الإنفلونزا تعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً وتختلف شدتها باختلاف مناعة الفرد، ومع اقتراب موسم الشتاء تبدأ بعض الأمراض والفيروسات بالانتشار. دائماً ما توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ المطاعيم الموسمية لما من شأنه المساعدة في الوقاية من الأمراض، تحديداً الإنفلونزا الموسمية، وذلك للتصدي لهذا النوع من الجراثيم أو البكتيريا. سنسأل الدكتور ما مدى فعالية هذه المطاعيم الموسمية وهل يراهن عليها في التصدي للإنفلونزا؟ معنا الدكتور نبيل سمارة المتخصص في الأمراض الباطنية. صباح الخير لك دكتور. بداية خلينا نحكي عن لقاح الإنفلونزا، هل تنصح به من ناحية المبدأ، وما هي العلاقة مع مناعة الشخص تجاه هذا النوع من الأمراض؟ شكرا على استضافة، وصباح الخير للجميع. أهلا وسهلا. الإنفلونزا الموسمية هي مرض وله أهميته، لأنه هو كمرض وبعدين ما يتبعه من مشاكل صحية هاي ممكن أنه تأذي الإنسان بصورة أو بأخرى. فمن هون أجى الاجتهاد بعد ما صار في بانديميك بأمريكا بال 1918 وفقدوا ملايين منها، صار هنا الاجتهاد انه نعمل مطعوم زي الحصبة والجدري فالإنفلونزا عبارة عن خليط من الفيروسات، هو بيسببه مجموعة من الفيروسات كبيرة. المطعوم بيكون عبارة عن بيمثل ثلاثة أو أربعة اللي هم حسب دراسات السنة ما يسبق السنة هاي، نقول 2019، جمعوا هالفيروسات اللي أصابت الناس وأخذوا أشهر ثلاثة أو أربعة وبيعملوا عندهم فيروس 2020. يعني كل سنة اللقاح يختلف عن السنة بالزبط التي قبلها. أي نعم، كل سنة يختلف. هل تنصح بهذا اللقاح من ناحية المبدأ؟ هل تنصح بهذا اللقاح لتفادي مرض الإنفلونزا؟ يعني ننصح فيه وبقوة وللكل، يعني ما في استثناء تقريبا. نحن نصر على مجموعات من المرضى أو الأناس يعني، لكن الكل ممكن يأخذه. طيب يعني متعارف عليه أنه يعني الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية وحتى أحيانا بعض اللقاحات اللي فيها البكتيريا أو الفيروس الموجود في الإنفلونزا ممكن أن يؤثر على المناعة، هل هذا الكلام صحيح؟ هل تؤيد هذا الموضوع؟ شكرا على السؤال اللي برضو نسأله كثير. بالعكس، إحنا لما نعطي الفيروس هذا نعطيه على شكلين، إما إنه بيكون inactivated يعني بس جزء من البروتين تبعه موجود يعني غير مفعل، أو إنه هو hypoactive يعني attenuated، يعني نشاطه خففناه. نعم. بس على الحالين هذا فيهم بروتين معين مخصوص في هالفيروس، جهاز المناعة تبعنا بتعامل معه على أساس يعمل مناعة. هو يعني احنا اللي بنعمل المناعة وليس الفيروس، فكأنك انت اصبت بفيروس لكن بصورة مخففة. وهي مشبهها للناس، انت زي بيجيبوا الاولاد مثلا طعم، بقول لهم انه شبوها بالسيت بيلت تبع السيارة. هلا انت بتحطه بجوز مئات المرات ما لما يصير حادث مرة، وممكن تاخذ الفاكسين كذا سنه بتقول ما عمل شيء، بس بيبي 1 يير انه تيجي قاسيه ويعفيك ويحميك من اشياء كثير. فهو نو ما في اي، لا يهبط المناعه ولا بالعكس، ولا اعراض جانبيه يعني او مشاكل جانبيه. طيب خلينا نربط الموضوع ايضا بموضوع الفلو، خلينا نحكي او نزلات البرد. اول شيء، هل اللقاح ممكن ان يمنع ان يصاب الانسان بالانفلونزا من ناحيه المبدا، وما هي الفروقات بينه وبين نزلات البرد العاديه؟ الفلو ما فرق مع هل هناك فروق بين الانفلونزا كانفلونزا ونزلات البرد
أو هي الفلو، هي نفسها الفلو البكتيريا نزلات البرد، هل البكتيريا تختلف؟ هل اللقاح ممكن أنه يمنع الإصابة بنزلات البرد؟ هو بدنا نفرق شيء الرشح والفلو، شيء مختلف جدا. اللي بيعمل هون فيروس معين واللي بيعمل هون فيروس معين، هون أعراض معينة. طبعا الإنفلونزا يو فيل داون، بتحسي انه خلص طاقه الواحد نزلت، غالبا ما يكون في حراره، مرات ما بيكون، اعضائه كلها، عضلاته، بطنه، هيدك، كل هاي تكون موجوده. الفلو جاست الرننج، السيلان الانف اللي هو راينايتس، يعني الكولد اللي بنقول عنها كومن كولد، هاي فهي تختلف. ومطعوم الانفلونزا لا يحمي منها، تمام. يعني هو بيجي انا رشحت كذا، ما لهم معناته ما فادني اللقاح، ما له علاقه فيها بتاتا هي. نعم. وحتى ممكن يعني هل تنصح بعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه الجيوب الانفيه انهم ياخذوا الانفلونزا؟ اي نعم، انصحهم، لانه لقينا انه الاصابه بالانفلونزا من اهم الاسباب اللي بتجيب نوبات ربو مثلا ومتاعب لهم. بأي يعني عمر، بأي سن، ما في أي مشكلة، أي عمر من 6 شهور أون الكل مفروض يأخذها. طبعاً في عنا أنواع، ويمكن مفروض الدكتور يعرف أنه في أنواع، زي ما قلت، أنواع بتكون inactivated وأنواع attenuated. كل فئة عمرية بياخذوا من هذا أو من هذا. بعد سن 8 أو 9 يعني في اي واحد فينا ياخذ اي نوع منهم، بس قبل هيك ما بنعطيهم اللي هو الاكتف اللي هو مفعل، عشان نشرح لهم احنا الانكتيفيتد. طيب خلينا نحكي عن بعض الاشخاص زي الحوامل احيانا، ايضا في حالات ايضا مرضيه اخرى، هل من الممكن ان يتعارض لقاح الانفلونزا مع هؤلاء الاشخاص؟ أجين سؤال يسأل كثير وشكرا عليه. الحامل يجب أن تأخذ، هي من المجموعات اللي لازم تأخذ المطعوم، قبل الحمل، أثناء الحمل، وحتى أسبوعين بعد الحمل إذا كانت هي في سيزن الولادة، الفلو. فهي يعني فعليا لا تمنع عن أخذه ابدا، وبالعكس هي بحميها، وحتى بعض الحمايه للبيبي لما بيجي اوريدي بيكون عنده اجسام مناعيه لل يعني احنا بنعرف انه في بعض المواسم احيانا تجتمع اكثر من مطعوم ممكن ان يلجا اليه الانسان، هل يتعارض لقاح الانفلونزا مع اي مطعوم اخر من الممكن ان ياخذه الانسان؟ هذا السؤال again very valuable. المطاعيم طبعا اذا اعطي مطعومين ثلاثه بان واحد، احنا عندنا ما زي ما تكلمنا مبكرا انه المطعوم بيشتغل على جهاز مناعه، على نوع من الخلايا عندنا، فهذه الخلايا بتحتار بدها ترد على مين، يعني بيجيها A B C D من مكونات هالمطعوم، فهي بجد ترد بجوز على واحد على اثنين، فممكن انه ما يفيدوا بعض يعني المطاعيم اذا اخذت مطاعيم مع بعض، من خاف انه لا، احنا نفضل يكونوا في تباعد هذا بين المطاعيم، بين المطعوم والثاني، حتى نضمن انه هلا في بعض الاشياء بتعطى للاطفال مثلا دفتيريا وبرتاسس وتتنت، طيب تقدر، بس اعطاء مطعوم ثاني معها بان واحد بصير بجوز يخفف من تاثير. لا ينصح التنين. لا ينصح به. طيب ما هي الحالات التي من الممكن ان لا ينصح باخذ اللقاح، ان كان مرض او اي شيء اخر؟ وزي اي علاج، المجموعة اللي عندهم حساسية لمكونات المطعوم، يعني مثلا بدخل في بروتين البيض، هو في تكوين بدخل عندنا بعض الكيميكالز جواته،
شيء تحفظ تحفظه من يظلوا ستيرل، يعني شيء بيخلي البكتيريا او الفيروس تكون هايبو اكتيف يعني. فهي المواد ممكن انه المريض ياخذها ويتحسن، بس هاي نادر جدا. الشيء الوحيد احنا اذا هو عنده حساسيه واضحه على من اي ماده من البيض، خاصه مكون بياض البيض هذا نعم. هل في عدد مرات معين خلال السنه يجب ان لا يتجاوزها الانسان باخذ هذا المطعوم؟ يعني مره مرتين؟ والمطعوم عاده بالسنوات الاول، يعني من عمرنا لحد زي ما قلت انا لحد سن 17 سنين ممكن ياخذها مره او مرتين، ممكن ياخذها بالسنه مره او كل 6 اشهر مره. بس بعد سن هذا تنصح مره واحده فقط. لكن قبل سن العشرة في ياخذها توايس، يعني ما نعم. مره واحده الستاندرد الان ونس. نعم. هل هناك في اكتوبر؟ نعم، يعني في قبل موسم الشتاء مش بالضبط. عند موسم الشتاء. طيب هل هناك أعراض جانبية بعد المطعوم؟ يعني مثلا أحيانا الأطفال حرارة، بعض الأعراض؟ اكزاكتلي يعني ذكرتي، بيكون زي حالة فلو على الخفيف. يعني وجع محل الإبرة، احمرار محلها، ممكن الإيد تسخن شوي، يشعر بشوية مصل بينز، عضلاته بتوجعه، يعني حالة مخففة من الفلو. هذا أكثر شيء اللي بتعمله. طبعا ما ندر، يعني بنحكي عن واحد بجوز بالمئة ألف. ذكرت حالات إنه بتأثر أحيانا على أعصاب طرفية، بس إحنا إلا بنستعمله. أما شفت أنا شخصيا أي مريض من عندنا هذا صارت معه هاي الأعراض. يعني بنرجع لموضوع التوقيت، التوقيت كتير مهم، يعني إن كان قبل فصل الشتاء. إذا أنا كنت مريضة هل ممكن إني أخذ اللقاح وأنا في فترة المرض مثلا؟ بس يعني لا يستحسن بفترة المرض يعني، أما لازم يأخذ. حتى لو أصبنا بالفلو المفروض يأخذ الفلو شط. نعم، لأنه زي ما قلت عندنا مئات السترينز من الانفلونزا فايروس، واحنا كل سنه بنعمل 4 أو 3 زي ما قلنا. فمش شرط اللي اصبت فيه هلا انه نفس الجرثومه او نفس الفيروس موجود بال نعم. طيب في الفاكسين في المطعوم. نعم، هل تنصح يعني سريعا الاشخاص اللي ممكن انهم يسافروا الى بلدان اخرى، هل نوع الفيروس ممكن يختلف من بيئه الى اخرى، فتنصح الاشخاص انهم ياخذوا هذا اللقاح قبل توجههم الى بلد جديد مثلا؟ هاي من اكزاكتلي الانديكيشنز لتلقي اللي بيسافروا كثير لازم ياخذوا. هاي من الجايد لاينز او الريكومنديشن للسي دي سي الامريكي البديز اللي زيه بالعالم، اللي بيسافروا كثير they have to. طياره الكابين يعني من اكثر المحلات كونتيجيوس بالنسبه لل، فلازم اخذه بالضبط. نعم، يمكن كثير متعارف عليه قبل موسم الحج احيانا الكثير يعني ملزم بان ياخذ هذا اللقاح. هاي من المطاعيم اللي تلزم نعم. الدوله انه. شكرا لك دكتور نبيل سماره متخصص في الامراض الصدريه، نورتنا. صباح الخير. عفوا، شكرا على الاستضافه وسلامة الجميع. الله يخليك.